وعليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد للقناة. إذا اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا طريقة تركيب بريسو ستاتيني ميكانيك XML P010A2S11. غنقوموا بتبديل هذه البريسو ستات الجديدة مكان هذه البريسو ستات القديمة بريسو ستات تاع الرسوب. إذا خليكم معنا نقوموا بالتركيب ديالها والشرح طريقة التوصيل والضبط ديالها ان شاء الله. اذا بعد ما قمنا بازالة البروسيسة القديمة نتأكد من البروسيسة الجديدة. نضغط الملتيمتر على الرنين نتأكد منها. يمكن تسمعون ثم نقوم بفتح البروسيسة. لدينا البروسيسة كما تلاحظون NC و NO، ولكن ربما يأتيان معكوسان، لذلك نتأكد. نورمالمون كلوز و نورمالمون اوبن، يعني هادو سيكون مغلوق في الحالة حالة الراحة او لطاروبو، وهذا سيكون مفتوح. اذا لنتأكد عن طريق الملتيمتر. إذا كما تسمعون هذا هو الكونتاكت الذي سنقوم بوضع الفاز والروتور عليه، يعني سنقوم بتركيب التوصيل عن طريق هذا المدخلين. إذا بعد ما قمنا بتركيب الفاز وخروج الفاز من هذا المفتاح الآخر، نقوم بإغلاق البريسوستات ثم نضبطها على حساب البريسو التي نحتاجها أو التي نريدها. كما تشاهدون فلدينا ما يسمى بالرونج والديفيرونسيال، هذا هي النقطة التي نريد أن تصل إليها المحرك بومبة ثم تقطع، وهذا الديفرنسيال هو الفرق ما بين الديماراج ولاري ديال هاد البومبا. نقوم بالتعديل من هاد المفتاحين، الاحمر في الاحمر والاخضر يتحكمنا بالاخضر. نقوم باستعمال مفك 8 ونعدلها على حسب البريسو التي نريد. ساتطرق الى هذا الشرح في اخر الفيديو، تابعوا معي. إذا أصدقائي كما سبق طرقنا في الفيديو، هذه هي نفس البريسوستا اللي خدامين عليها كما كتشوفوا. فعندنا هنا بريسوستا تيني ميكانيك، الرونج أو البلاج اللي كيكون هو باللون الأحمر اللي كنتحكمو به بهذا الزر هذا البراغي هذا، والأخضر اللي هو الديفيرونسيال اللي كنتحكمو به بهذا. بالنسبة كما كتشوفوا فان عندنا لانيمونطاسيون ديال 220 كيمكن لها تحمل حتى ل 1.5 امبير. بالنسبه للتركيب كما شفتوا معنا في الفيديو فهو سهل جدا. نقوم بفتحها نعود نطرقوا لهذا الشرح مفصل. كما كتشوفوا هنا عندنا NC او نورمالمو كلوز و NO اي نورمالمو اوفر، يعني هذا نورمالمو كلوز يعني مسدودين في حالة الروبو، يعني في حالة البريسو عندي فيها زيرو. ان فوا البريسو كتوصل لذاك الريكلاج اللي عندي، بحال مثال هنا عندي ريكلاج تقريبا 5.3 او اقل من 5، يعني 4.8 الى 4.7 بار، يفتح هذا الزر يعني ويغلق هذا
لا نحتاجه، نستخدم فقط زر ديال الكوموند. وفي حالة البريسيو ما هبطت ليا على الديفيرونسيال اللي دايرين هنايا، يعني عندي 5 وعندي هنا تقريبا 4، يعني 1.5 يغلق من جديد وتقوم باشتغال المحرك. نتمنى أننا فدناكم في هذا الفيديو، وشكرا على المشاهدة. ما تنسوش تدخلوا علينا باللايك والاشتراك ولمن البارتاج، وشكرا. إذن أصدقائي، كما سبق طرقنا في الفيديو، هذه هي نفس الريسوستا اللي خدامين عليها كما كتشوفوا. فعندنا هنا الريسوستا تيني ميكانيك الرونج أو البلاج اللي كيكون هو باللون الأحمر اللي كنتحكمو به بهذا الزر، هذا البراغي هذا، والأخضر اللي هو الديفيرونسيال اللي كنتحكمو به بهذا. بالنسبة كما كتشوفوا فان عندنا لانيمونطاسيون ديال 220 يمكن لها تحمل حتى 1.5 امبير. بالنسبه للتركيب كما شفتوا معنا في الفيديو فهو سهل جدا، نقوم بفتحها نعود نطرق لهذا الشرح مفصل. كما كتشوفوا هنا عندنا ان سي او نورمالمون كلوز، و ان او اي نورمالمون اوفر، يعني هذا نورمالمون كلوز يعني مسدودين في حاله الروبو، يعني في حاله البريسيو عندي فيها زيرو. ان فور البريسيو كتوصل لذاك الريغلاج اللي عندي، بحال مثال هنايا عندي ريغلاج تقريبا 5.3 او 5، اقل من 5 يعني 4.8 الى 4.7 بار، يفتح هذا الزر يعني ويغلق هذا. هذا لا نحتاجه، نستخدم فقط زر ديال الكوموند. وفي حالة البريسيو ما هبطت ليا على الديفيرونسيال اللي دايرين هنايا، يعني عندي 5 وعندي هنا تقريبا 4، يعني 1.5 يغلق من جديد وتقوم باشتغال المحرك. نتمنى اننا فدناكم في هذا الفيديو، وشكرا على المشاهده. ما تنساوش تدخلوا علينا لايك والاشتراك ولمن البارتاج، وشكرا. إذن أصدقائي، كما سبق طرقنا في الفيديو، هذه هي نفس الريسوستا اللي خدامين عليها كما كتشوفوا. فعندنا هنا الريسوستا تيني ميكانيك الرونج أو البلاج اللي كيكون هو باللون الأحمر اللي كنتحكمو به بهذا الزر، هذا البراغي هذا، والاخضر اللي هو الديفيرونسيال اللي كنتحكموا به بهذا. بالنسبه كما كتشوفوا فان عندنا لانيمونطاسيون ديال 220 يمكن لها تحمل حتى 1.5 امبير. بالنسبه للتركيب كما شفتوا معنا في الفيديو فهو سهل جدا، نقوم بفتحها نعود نطرق لهذا الشرح مفصل. كما كتشوفوا هنا عندنا ان سي او نورمالمون كلوز، و ان او اي نورمالمون اوفر، يعني هذا نورمالمون كلوز يعني مسدودين في حالة الروبو، يعني في حالة البريسيو عندي فيها زيرو. ان فور البريسيو كتوصل لذاك الريغلاج اللي عندي، بحال
مثال هنايا يعني عندي ريكلاج تقريبا 5.3 او 5 اقل من 5، يعني 4.8 الى 4.7 بار يفتح هذا الزر يعني، ويغلق هذا. هذا لا نحتاجه، نستخدم فقط زر ديال الكوموند. وفي حالة البريسيو ما هبطت لي على الديفيرونسيال اللي دايرين هنايا، يعني عندي 5 وعندي هنا تقريبا 4، يعني 1.5، يغلق من جديد وتقوم باشتغال المحرك. نقوم بالتجربة مع الماء مفتوح تقريبا 1.5 إلى 4 بار. كما تلاحظون هذه الإعدادات التي قمنا باستعمالها. أتمنى أن أكون قد أفدتكم في هذا الفيديو، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.